السلام عليكم ربيع، على اخباركم؟ علومكم بشرون لكم. طبعا اليوم رجعت لكم عيال بمقطع اللي هو شو اسمه جليتش، اللي هو نسخ الصور، اللي هو نسخ الامبلم وزي كذا. فحاب اللي هو اعلمكم يعني هذه الطريقه الجديده. في ناس يعني كثير، يعني مو كثير مره، يعني كم كومنتيتر نزلها يعني، فيعني ما لقيت ناس كثير منزلينها، وجولي ناس واسمي كيف تنسخ الصورة سريع ما ادري كيف. فحبيت يعني افيدكم وزي كذا، فبعلمكم يعني كيف تنسخ الصورة وزي كذا. وانا يعني ابري دمتي، ما لي دخل اللي ينسخ صور وسخة وزي كذا. طبعا اول شيء لازم يعني تكون عادي، يعني هذا طبعا اخوي اي لوفر وبيت و511 رب قلوبهم. المهم تروح على كلمة اللي هو باراكس، يعني تأشر عليها، بعدين تضغ مثلث، تروح مثلا لأي واحد، مثلا يعني عند مثلا خلينا نقول اللي هو شو اسمه 511 خويي. اروح على ايش؟ بلاير شانل. بعد ما اروح على بلاير شانل ارفع سهمين فوق، دين ما اروح عند السكرين شوت. عنده سكرين شوت خلاص، يعني عنده صورة حاطها في السكرين شوت بيزبط الجليتش. وش تسوي؟ خلاص مثلا عرفت ان 511 عنده اللي هو سكرين شوت، اضغط مثلث، يعني اهم شيء تأشر على بارك، اضغط مثلث، اروح عند 511، اضغط عليه بلاير شانل. بعدين لاحظ معي وش تسوي؟ تروح على الامبلم حقه. حلو، بعد ما تروح على الامبلم حقه شو اسمه، يعني تختار امبلم، يعني انت مثلا اي امبلم مثلا تبي، مثلا هذا اي امبلم انت في راسك. مثلا انا بقول مثلا امبلم هذا كلان فيز، تضغط ايش؟ ركز معي، اول شيء تروح على الامبلم اللي تبي تاشر عليه زي كذا. مثلا انا اخترت هذا حق كلان فيز، تضغط مربع. بعد ما تضغط مربع وش تسوي؟ دائره، بعدين سهم فوق. قبل ما يطلع السكرين شوت ويحمل معك السكرين شوت وش تسوي؟ دقيقة، وش تسوي قبل ما يحمل معك السكرين شوت زي كذا؟ طبعا اذا طلع لك صورة السكرين شوت زي كذا اطلع وعود ادخل مرة ثانية بلاير شانل. تروح للصورة، تضغط مربع، دائرة فوق، مربع مربع، تحت مربع زي كذا. طيب قبل ما يطلع يعني اللي هو شو اسمه يعني تطلع السكرين شوت حقت خويك مثلا. فانا طبعا راح اكتب لكم اياها اللي هو يعني وش تسوي، يعني اكتب لكم بحطها لكم في الحين. راح تطلع لكم اللي هو صورة يعني من اليمين، طبعا مربع دائرة فوق مربع مربع تحت مربع. طبعا كيف بتقول بنتلخبط مدري ايش، لا ابعيد معكم بطيء، مربع دائرة فوق مربع مربع تحت مربع زي كذا. طبعا اذا ما زبطت معك عود ادخل بلاير شانل وزي كذا بيكون احسن، يعني عشان تزبط، يعني مربع دائرة فوق مربع مربع تحت مربع. هي زبطت معي زي ما شفتوا، بيطلع لك فوق كلمة امبلم وسيف، تضغط اكس بتسيف معك. طيب هيا اصبر بس ثواني خلت تسيف. طبعا بيقول لك تسيفت، لا تحرك لا يمين ولا يسار، عشان تتأكد اضغط مربع مرة ثانية وسيفها، خلت تنحفظ عندك ثنتين، يعني تسيف ثنتين. وراح نشوف الحين، طبعا انا خذيتها، اروح على كلمة باراكس، نضغط على الامبلم حقي، خلينا نشوف الامبلم جاني ولا لا، خلينا نشوف. طيب ثواني يحمل عندي، بدرو اذا كان في تاخر في الصوت يعني او شيء زي كذا، يعني اذا كان الصوت قبل الصوره او شيء زي كذا. طبعا هذا هو زي ما شفتوا جاني الامبلم، تضغط عليه اكس، تضغط عليه سيف، يعني تضغط عليه اللي هو سيف اند بلاي مدري ايش الزبده، تضغط اول كلمه راح يجي عند معك الامبلم يعني وكل شيء. اصبر بس خليه يسوي ابلود للامبلم، دقيقه بس. ادرون اذا كان يعني الشرح يعني شو اسمه ما كان كويس ولا شيء، اكتبوا لي يعني تحت اذا كان شرح كويس ولا لا. طبعا ما ادري ايش وضع ذا طول، غريب يعني غريب، اول مره يطول معي. وحاب اقول لكم بعد اللي هو كلان روزكس حذفته وزي كذا، فهذا كلان جديد اي كودن واسمي، اللي حق تريك شوتر وحق سنايبرات يضيفني اللي حاب يلعب معي زي كذا. طبعا معليش يعني معليش احس انه طولت في الشرح وزي كذا، بس والله العظيم يعني دايم على القسطوني وقلة حياة. فأنا زي ما تشوف خلينا نشوف الامبلم جامعي، هذا هو زي ما تشوفون. فيعني مرة حركة سهلة وبسيطة، طبعا بعيدها لكم اخر مرة، تروح على كلمة باراكس، تضغط مثلث، تروح على مثلا اي واحد من اخوياك، لازم يكون عنده سكرين شوت، لازم يكون عنده صوره. طيب تروح على الامبلم، مثلا اي امبلم انت تبي في راسك، مثلا عجبك ذا الامبلم، مربع دائره فوق مربع مربع تحت مربع، شفت زبطتها من اول مره وزبط معي، تضغط سيف. خل نضغط سيف الحين، راح يجي معك الامبلم وخلاص، راح تشوفونه هنا الامبلم. فيعني مره حركه مره سهله يعني وحلوه. ها زي ما شفتوا جاء الامبلم، ان
اتمنى عجبكم الشرح، واتمنى ما تقصرون معي بلايك واشتراك، ما بقى شيء على 2000 مشترك يا عيال بقلوبكم. وهنا وصلنا نهاية المقطع، واتمنى اتمنى اتمنى زي ما قلت لكم ما تنسون اللايك والكومنت والاشتراك. كان معكم وسمي، ويلا سيو.